recently an أعتقد increase أننا in رأينا the مؤخرا tempo of accusation of زيادة a tempo in the in the level of you know anger في that is مستوى being displayed by the international community الغضب من قبل المجتمع الدولي حيال ما يحصل في العراق، ومطالبة الحكومة بتحقيق جدي. implementing arrest warrants against militia leaders. وكذلك هناك مطالبات بتطبيق مذكرات توقيف قادة الميليشيات. Washington as well as European في الوقت ذاته واشنطن وكذلك الدول الأوروبية تحاول من جهة تجنب تقويض رئاسة الوزراء من قبل القازمي لأنه يعتبر متعاطفا مع الغرب، رغم أن لديه علاقات جيدة مع إيران، فهو يعتقد مناسبا الآن بالنسبة للعراق. من جهة أخرى في أمريكا وفي الدول الغربية الأخرى هناك مطالبة من قبل الحكومات بالضغط على حكومة القازمي لوضع حد لعمليات القتل وانتهاك القانون. ونعرف أن بعض التقارير أشارت أن المسؤولين عن العنف ليسوا فقط قادة الميليشيات بل أيضا بعض المسؤولين الأمنيين في العراق.